بشري بس ما تقولي إنك ناوية تضلي عم توزعي ابتسامات. أي ستي أمي حزروا شو جتنا طلبية كتير كبيرة. طلبية بتجيب لنا شي 500,000. إيه الحمد لله لازم نشتغل. عمو إيه؟ بدك تشد لي همتك لأنه أجعنا شغل. معناها شغلك رح يكبر. اسمع إذا كبر الشغل إيراداتنا رح تزيد ورح نطالع مصاري ودخلنا رح يزيد. تمام مو هيك؟ إيه وبهالمناسبة نحن اليوم بدنا نحتفل. يلا إيه وخصوصي لما منفرح منصير جوعانين أكتر صح؟ أنا رح أكل رز رز نباتي. إذا هيك تكرم. ها؟ يلا لكن خلينا نشتغل. एक टिमटिमा दा सपना है उम्मीद भरा सपना सपना उम्मीद भरा बादल की पिचकारी लेकर चांद सितारे रंगना टिमटिमा 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 आसमान की इस किताब पर नाम बस अपना लिखना है उम्मीद भरा सपना सपना उम्मीद भरा टिमटिमा 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 ता सपना एक टिमटिमा ता सपना يا جماعة صدقوني أبي ما في منه كيف بيقدر يقنع التجار شايفة كيف ما بعرف كيف قدر يجيب لنا كل هدول. هذا بس لأنه هو تربيتي مو؟ بس منى اسمعي أنت قادرة تنفذي كل الطلبية بأسبوعين بس؟ إيه طبعاً جدي بقدر. هاي الطلبية قد ما كانت كبيرة بيخلصوها أكيد أنا مطمئن بس هاي المصاري مخ تعب من عده. يا الله لو أبي كان هون أكيد كان رح يريحك منا بس هو في عنده شغل براشكوت. اللي خلصت؟ يلا يلا استني علي بس شوي. أمي سيجال كنت عم أقول لحالي إنه شو رأيكم هلأ نسمي شغلنا بهالطريقة بصير مشهور كتير مثل ساسو باهو الحصري. اسمع مرت أخي مالي عم بمزح مو معقول شو صار؟ الراتب يلي بدي أقبضه بآخر الشهر والربح يلي رح يطلع من هاي الطلبية إذا منجمعهم كلياتهم مع بعض ومنشوف النتيجة فرح يطلع لنا 150,000 إضافي. إيه 150,000 منيح. عن جد 150 فينا نعمل فيهم كتير شغلات نشتري لنا شي شغلة. إيه وأنا برأيي خلونا نشتري مكيف لغرفة ستي وأمي. إيه دلهي صايرة شوب كتير بهالأيام هاي. لا لا